لكن خلينا نستقبل في السادسة فابيو سيمبليسيو لاعب ساو باولو البرازيلي وباليرمو وروما السابق هيكون ضيفنا في السادسة على شاشة الأهلي. بداية طبعا بشكرك على وجودك معنا وأهلا بيك في السادسة. خير على الجميع. مساء الخير على جميع جماهير النادي الأهلي، وفخر كبير وشرف لفابيو الظهور في هذه الأوقات على قناة النادي الأهلي الذي يعتبر ونعرفه دائما ونعرفه جيدا أيضا النادي الأهلي العريق الذي له صولات وجولات في أفريقيا وعلى مستوى العالم، وها نحن سنتقابل مرة أخرى إذا كان القدر قد أتى بالأهلي مرة أخرى أمام بالميراس البرازيلي نبحث عن الثأر في كأس العالم القادم. والبرازيل دائما حاضرة في البطولات الكبرى كالنادي الأهلي، لهذا شكرا لك وشكرا على التهاني ومبروك لبالميراس من خلال قناة النادي الأهلي. فيرميامو فابيو قدم أداء رائع جيدا بالأمس أمام فلامينغو واستحق البطولة أمام فلامينغو الذي عاد إلى البرازيل بحسرة كبيرة هو وجماهيره. من وجهة نظرك سنتين قدر فيهم بالميراس أن يسيطر على بطولة كوبا ليبرتادوريس، بداية هل في اختلاف بين الفريق أو في بين نسخة السنة دي عن النسخة اللي فاتت سواء من حيث الجهاز الفني أو من حيث السكواد واللاعبين؟ بكل تأكيد الاختلاف ظهر بالأمس في مباراة الفاينل أمام فلامينغو، وبالنسبة لي الاختلاف الأكبر كان عزيمة لاعبي بالميراس، لأنك إذا تابعت الصحافة البرازيلية والإعلام البرازيلي الجميع توقع أن فلامينغو سيصفر باللقب، لكن بالميراس خالف كل التوقعات وقدم أداء رائع، والنسخة بالميراس الحالية أقوى من بالميراس العام الماضي، ولهذا بالميراس استحق البطولة. بالميراس لديه منتصف ميدان قوي جدا، ومدافع بالميراس أثبتوا بالأمس أنهم أفضل مدافعين في الدوري البرازيلي وقاموا بتوقف جابي باربوسا، ولهذا نسخة بالميراس هذا العام ستتفوق على جميع الأندية البرازيلية وسيكون لها شأن في كأس العالم للأندية. طيب بس عايزك تاخد في اعتبارك أن نسخة الأهلي كمان السنة دي أقوى بكتير جدا من نسخة الأهلي السنة اللي فاتت، وده ياخدنا للمباراة أو المواجهة اللي جمعت بين الفرقتين في نسخة كأس العالم للأندية الأخيرة. إزاي شفت المواجهة وإزاي شفت النادي الأهلي في المواجهة دي، وأنتوا عموما في البرازيل انطباعاتكم كانت إيه عن النادي الأهلي بعد ما قدر يتجاوز بالميراس ويحقق برونزية كأس العالم؟ بكل تأكيد إذا تقابل بالميراس مع النادي الأهلي مرة أخرى ستكون مباراة في قمة الروعة، لأن البرازيليين يعشقون الثأر ويحبون الأخذ بالثأر، لكن أقول لك الأهلي فريق كبير وفريق عظيم ولن يكون سهلا إذا ما قابل بالميراس مرة أخرى في كأس العالم للأندية، لأن الأهلي لديه صولات وجولات أيضا مع الأندية البرازيلية رغم أنه خسر أمام إنترناسيونالي ولعب، ولكن الأهلي هذه النسخة في أفريقيا تابعت كي أكون صادقا المباراة النهائية منذ قليل وشاهدت الأهداف أمام كايزري تشيفز، الأهلي قوي جدا وأيضا أعلم أنه فاز في جميع مبارياته في الدوري العام، وأنا أعشق ومعجب بحارس مرمى النادي الأهلي أقوى حارس في أفريقيا الآن.